الخبر رقم 35 شي يقول؟ يقول انه اليوتيوبر هند دير حققت هدفها وخسرت 10 كيلو من وزنها بسنة 2017. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أنا الحمد لله بخير، واليوم الفيديو هو تكملة لأحداث 2017. هذا الجزء الثاني من الفيديو. الجزء الأول نزل قبل فترة، هذا هو الجزء الأول، اللي حب يروح يشوفه خلي يشوفه. فخلينا نكمل الأحداث. قبل لا تشوفون الفيديو اشتركوا بحسابي باليوناو، لأنه راح أسوي بثوث مباشرة راح أتحدث بيها مباشرة وياكم. فلا تنسون تشيكون صندوق الوصف تشوفون رابط اليوناو وتشتركون هناك. قبل لا تشوفون الفيديو لايك على هذا الفيديو واشتراك بقناتي، واليوم مشترك اضغط على زر الاشعارات حتى تجي فيديوهاتي اول باول. راح انزل الفيديو شلون ضعفت باع وشلون ضعفت باع، فاشتركوا. يلا نبدا الفيديو. طبعا بالفيديو السابق لاحداث 2017 وصلنا للحدث رقم 17. فالحدث رقم 17 بسنة 2017 كان هو حريق لندن. احترقت عمارة كاملة بلندن اسمها غرينفيل تاور بغرب لندن. هاي العمارة احترقت بشهر رمضان سنة 2017، والحريق هذا كان حريق هائل بحيث عمارة كاملة احترقت بساعة ونص فقط. هواي ناس ماتوا طبعا، وهواي ناس كانوا ايضا مفقودين بهذا الحريق. هناك سيدة مصرية كانت تسكن بالطابق يمكن الأخير أعتقد يعني من هذا البرج، سجلت سنابات قبل لا تموت، وكانت تصور البرج من فوق هي بالطابق يعني، وقاعد تصور والحريق قاعد يجي ويوصل لهم، بس هي ما تقدر تهرب من البرج لأنه كل البرج بالحريق. تشاهدت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وماتوا. الحدث رقم 18 بسنة 2017 هو ركبني المرجحة. انتشر فيديو كليب لوحدة تسمي نفسها فنانة أو نجمة، هي اسمها دالي، كانت حاطة مكياج كلش نشاز بهذا الفيديو، وأيضا صوتها كان كلش نشاز. فانتشر هذا الفيديو وكلمات الأغنية تضحك ولحن الأغنية ضحك، إنتاج الأغنية ضعيف. انتشر بسبب هذا الشيء، إنه شلون هيك أغنية تنتشر. الخبر رقم 19 بسنة 2017 هو رجعت الموصل. موصلنا رجعت، انتصرنا، انتصر جيشنا العراقي على داعش بمدينة الموصل. وأعلن سيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق أنه الموصل تحررت من داعش. كان تاريخ 10/7/2017. صحيح أنه الموصل رجعت، بس حاليا هي مليئة بالدمار وتحت الإعمار، إعادة الإعمار، ونصف سكان الموصل لا زالوا نازحين خارج الموصل. يا رب إن شاء الله الكل يرجع لبيته والكل ينبني بيته مرة ثانية. الخبر رقم 20 بسنة 2017 هو أغنية صامولي. انتشرت أغنية اسمها صامولي، نشرها يوتيوبر سعودي اسمه دايلر، اسمه الحقيقي عبد العزيز. أغنية يعني جدا ساخرة، انتاجها يعني جدا بسيط، بس انتشرت انتشار كلش واسع خصوصا بين الأعمار الأقل من 18 سنة، وصاروا يرددون صامولي صامولي. الأغنية اليوم جايبة 42 مليون مشاهدة على اليوتيوب. بعد ما انتشرت قرر اليوتيوبر العراقي علي المرجاني انه يسوي اغنية ساخرة من اغنية صامولي، وسماها اغنية جسومي. ولكن اغنية جسومي كانت تحمل الفاظ جنسية وايحاءات جنسية، تم حذفها بعدين، وراح نحكي عن فقرة حذف اغنية جسومي وقناة علي المرجاني لاحقا بخبر ثاني. طبعا هذا الدايلر جنى من هاي الاغنية شعبية واسعة بين المراهقين والاطفال، لدرجة انه صار يسوي حفلات بدبي وبدول الخليج وبالكويت، وصاروا يجون الناس بالآلاف يجون يحضرون حفلاته. الخبر رقم 21 بسنة 2017 وفاة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا أثار المشاعر كل الدول العربية. الفنان هذا صار لأكثر من 50 سنة بالمجال الفني، قدم مواد فنية، مسرحيات ومسلسلات، رسم البسمة على وجوه كل الناس، فالأجيال كلها تحبه يعني، جيلي والأصغر مني واللي أكبر مني والأكبر منهم كلهم تأثروا بوفاته. طبعا هذا الفنان له وقفات كثيرة، وقفات إنسانية من خلال فنه، ودائما يرسل يبعث رسائل من خلال فنه لقضية البدون بالكويت وقضية الطائفية. مثل مسرحية اسمها باي باي لندن، وهاي المسرحية كان يمثل بها شخصية اسمها جمعة، شارد بن يمعة. على اساس هذا شارد بن يمعة رايح يتعالج بلندن. الغريب بالامر ويعني من المفارقات اللي صارت انه هو مات بيوم الجمعة وبلندن. الخبر رقم 22 بسنة 2017 هو موسم الأعاصير في أمريكا الشمالية والجنوبية. أصابت أمريكا الشمالية والجنوبية هواي أعاصير أدت إلى دمار
شامل بعض المدن من ضمنها إعصار هارفي اللي ضرب مدينة هيوستن بولاية تكساس. بعد إعصار هارفي إجا إعصار إيرما ضرب ولاية فلوريدا بأمريكا وأيضا خلف دمار كبير، وأيضا جاء إعصار ماريا بعده ضرب جمهورية الدومينيكان وبورتوريكو. البورتوريكو هي المدينة اللي منها مغنين ديسباسيتو الغنية المشهورة، وكان إعصار ماريا أقوى إعصار من بين كل هذول الأعاصير. الخبر رقم 23 ب 2017 هو صارت أعلى نسبة رسوب بسادس العراق سنة 2017. نسبة النجاح كانت فقط 28% بالثانوية العامة، يعني السادس احنا عدنا نسميه سادس هو الثانوية العامة، فنسبة النجاح كانت فقط 28%. هو طلاب كانوا متوقعين النجاح ورسبوا اما بدرس او درسين وهكذا. يا الله بيجي حزين. لا 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 امين 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 اكيد ضاج. هنشوف النتيجه. بواحد. امين حسين بواحد. امين امين عادي عادي اكيد دور ثاني تعود عادي في كل يوم. رسب الخبر رقم 24 بسنة 2017 هو كسوف الشمس في أمريكا. صار عندنا كسوف شمس بأمريكا من زمان ما صاير، ويعني شيء كلش نادر. آخر مرة صار مثل هذا الكسوف سنة 1918. ليش هذا الكسوف نادر؟ لأن عادة الكسوف يكون بولاية واحدة يكون أكو كسوف كامل، وبعض الولايات المجاورة تشوف الكسوف جزئي، لكن هذا الكسوف كل أمريكا شافته من الشرق للغرب. تقريبا 14 ولاية كان بيها الكسوف كامل، بقية الولايات كان الكسوف بها جزئي، فكل أمريكا اجاها هذا الكسوف، وهذا الكسوف الأول بزمن السوشيال ميديا والهواتف الذكية. الخبر رقم 25 بسنة 2017 هو استفتاء دولة كردستان. شهر 9 تاريخ 25/9 أقام إقليم كردستان بشمال العراق استفتاء للمواطنين الأكراد بأنه يصوتون بنعم أو لا لإقامة الدولة الكردية. كانت النتيجة أنه 93% من الأكراد موافقين على إقامة هاي الدولة الكردية، بالرغم من الأصوات الكبيرة اللي هي 93% من الناس وافقوا على هذا الانفصال، إلا أن الانفصال لم يتم واعتبرته الحكومة العراقية غير قانوني. الخبر رقم 26 بسنة 2017 هو قيادة المرأة السعودية للسيارة. هذا القرار إجا من ملك السعودية سلمان. على مدى العقود الأخيرة كلها اللي من ساعة ما اخترعوا السيارة لهسة، المرأة السعودية كانت تحارب من أجل حقها بقيادة السيارة، لأنه السعودية هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي المرأة بيها ما تسوق. أنا شخصيا فرحت كلش بهذا القرار يا جماعة، لأنه عندي يعني عندي صديقة مقربة سعودية كانت دائما تحلم أنه تسوق سيارتها اللي هي أسرار من قناة دراما كوين، أتمنى تتابعوها. الخبر رقم 27 ب 2017 هو عيوش. عيوش من ما يعرف عيوش؟ طبعا انتشر فيديو لطفلة سعودية راجعة من المدرسة وأخوها يغني لها جات اختي عيوش، وهي ترقص بشعرها، عندها قصيبة يعني شعرها طويل مسوية قصيبة وتهز به مثل مروحة، فهاي الرقصة العفوية كل الناس حبتها وانتشر هذا الفيديو بكل مكان، وظلت الناس تقلد عيوش حتى يشتهرون نفس شهرة عيوش. الخبر رقم 28 بسنة 2017 هو وفاة حمزة القيسي، فنان عراقي شاب من مواليد 84، مات فجأة بسكتة قلبية أثار موته مشاعر هواية ناس. حتى نجم الصبح شفته. حبيبي وصديقي وأخوي صديق عمري حمزة القيسي، فن ما يموت. صوتك حمزة رح يبقى وحيبقى خالد بقلوبنا وإلى الأبد.
الخبر رقم 29 هو انه نزل ايفون 10 بسنة 2017. هذا الايفون حسب شركة ابل هو يحتوي على تقنية المستقبل، وهاي التقنية اول مرة بتاريخ ابل اول مرة تنتج هاي التقنية، اللي هي شاشة OLED. احنا اللي عندنا هسه هاي LED OLED، وبتقنية ثانية الشحن بدون وايرات او بدون سلك، بس تحطه على مكانه وهتش ينشحن. وتقنية ثالثة انه ما بيزر البيت هذا الهوم، ولكن بالمقابل ببصمة للوجه بدال هذا الزر. هاي البصمة مال الوجه أثارت الانتقادات، لأنه الناس قالوا هسه ماكو خصوصية، الإنسان من يكون نايم يجي صديقه حط التلفون بوجهه ينفتح. الخبر رقم 30 بسنة 2017 هو إغلاق قناة علي المرجاني على اليوتيوب، اللي تحتوي على 1,200,000 شخص، والقناة عمرها أكثر من 4 سنوات. انغلقت على اليوتيوب بسبب علي المرجاني قبل إغلاق القناة رفع فيديو بالقناة، انتقد بموظفي اليوتيوب، ومو بس انتقدهم، ظل يعني يلفظ ألفاظ بها إيحاءات جنسية على بعض موظفي اليوتيوب، وأيضا أغنية جسومي كانت واحدة من أسباب غلق قناته. فيعني ما ينعرف شنو بالضبط السبب، إنه إما هذا الفيديو الأخير أو فيديو جسومي أو اثنينهم يمكن سوا، بس المهم اليوتيوب أغلق قناة علي المرجاني. نفس علي المرجاني فتح قناة ثانية إله على اليوتيوب، جنت هاي القناة 100,000 مشترك بيومين فقط، من أول ما فتحها بيومين جنت 100,000 مشترك، وهسه حاليا قناتها أعتقد بها 300,000 مشترك، قناتها الجديدة طبعا. الخبر رقم 31 بسنة 2017 زواج القاصرات بالعراق. تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية بالعراق، وتمت الموافقة على مناقشة هذا القانون، وهذا الشيء أثار غضب الكثير من الناس بالعراق. شلون توافقون على قانون يزوج طفلة عمرها 9 سنين؟ شلون توافقون على هذا الشيء؟ الخبر رقم 32 ب 2017 هو زلزال ضرب العراق بقوة 7 درجات، ويمكن هاي أول مرة زلزال بهالقوة يضرب العراق، خصوصا أنه العراق منطقة غير معرضة للزلازل. ضرب هذا الزلزال طبعا المنطقة اللي بين العراق وإيران، يعني ضرب بعض مناطق إيران أيضا وبعض مناطق كردستان العراق، وبالذات السليمانية كان الزلزال بها قوي. أهل بغداد حسوا بالزلزال، الكويت أيضا، بعض مناطق السعودية أيضا حست بالزلزال. الخبر رقم 33 بسنة 2017 اللي هو خبر حدث عن قريب، يعني أنه ترامب اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل مو لفلسطين، ووقع على هذا الكلام. هذا الشيء أثار غضب هواي ناس خصوصا العرب. ترامب قال أنه هذا الشيء كان من المفترض أن يحدث من زمان، ولكن الرؤساء السابقين اللي سبقوه كانوا يعدون داعميهم ومصوتيهم انهم راح ينقلون السفارة للقدس، ولكن حالما يستلمون الرئاسة يخلفون وعدهم. وقال انا جيت ونفذت اللي وعدت به خلال حملتي الانتخابية، وما كذبت على كل من صوت لي ودعمني. الخبر رقم 34 بسنة 2017 هو تحرير العراق كامل من داعش والنصر على داعش. اعلن السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق انه احنا انتصرنا على داعش وطهرنا كامل الاراضي العراقية من داعش، والحمد لله الحمد لله. هذا اليوم علنوا القضاء على داعش، وصار هذا اليوم 9 ديسمبر عطلة رسمية بالعراق، هو يوم النصر. طبعاً هنا أحب أشكر كل من وقف بساحة المعركة للدفاع عنا ولاسترجاع أراضينا، يعني دول الأبطال جهودهم يعني ما تقدر بثمن. الخبر رقم 35 شي يقول؟ يقول إنه اليوتيوبر هندير حققت هدفها وخسرت 10 كيلو من وزنها بسنة 2017. نهاية سنة 2017 أعلنت اليوتيوبر هندير اللي هي أنا على حسابها بالإنستغرام أنه هي خسرت من وزنها 10 كيلوات، ونشرت صورتها قبل وبعد الخسارة، وبدأت رحلتها بخسارة الوزن من وزن 65 وصلت إلى 55، ولا زالت إلى اليوم مستمرة بتحقيق هدفها بالوصول للوزن المثالي والحصول على الجسم المثالي والصحي. طبعا خل أحكيكم على رحلتي، هي هاي رحلتي كانت رحلة فعلا شاقة ومتعبة، ولكن كلش فخورة أنا بتحقيق هاي النتائج، وراح أظل أستمر بممارسة الرياضة لأنه
غيرت لي حياتي، زادت ثقتي بنفسي. التجربة هاي مو بس غيرت وزني على الميزان، غيرت من شخصيتي، غيرت من نفسيتي، خلتني أنظر للحياة بمنظور آخر. اكتسبت هواي معلومات ومعرفة عن الأكل وعن الرياضة وعن الصحة والجسم السليم. ما راح استسلم وما راح أتوقف عن هاي الرحلة، إن شاء الله راح أستمر بسنة 2018 وأحقق هدف بعد أكبر، وراح تشوفون الهدف والحلم اللي راح أحققه بالوزن. ظلوا متابعيني يعني، وأيضا راح أسوي فيديوهات على قناتي عن خسارة الوزن والرياضة وهاي السوالف اللي ممكن تساعدكم وتلهمكم إنه شلون تخسرون وزنكم. وتابعوني أنطيكم الدليل شلون راح تبدون وشلون تبدون رحلتكم بخسارة الوزن. اللي ما متابعني خليه يضغط على زر الاشتراك والجرس حتى تجي الإشعارات أول بأول. وكان هذا فيديو أعمال أو أحداث سنة 2017. أتمنى الفيديو هذا يكون فاتكم وعجبكم، وشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة. We'll be right back.